زينا الويمين ونسيت سمك من زينا. احنا السواس الصيادين والبحر الاحمر بحرنا، بنسعى فيه شمال ويمين ونسيت سمك من زينا. يبقى السوايس الصيادين بلمتا بلمتا يا صيادين، صيد السمك حلو وجميل بالشبكة ويا السنارة، لما اصطادوا تزيد فرحتي بهيص الغار والجارة. صيد السمك حلو وجميل بالشبكة ويا السنارة، لما اصطادوا تزيد فرحتي بهيص الغار والجارة. حلو لسه ويسا الصيادين بلا ميتا بلا ميتا يا صيادين، احنا السواس الصيادين والبحر الاحمر بحرنا، بنسعى فيه شمال ويمين ونسيب سمك من زينا. احنا السواس الصيادين والبحر الاحمر بحرنا، بنسعى فيه شمال ويمين ونسيب سمك من زينا. يبقى السوايس الصيادين ولا ميتا بلا ميتا يا صيادين، صيادنا شبك الهوى والعشق غنى لسناري، لكن رماني في الهوى غزل بيغزل. عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا حبايبي في فيديو جديد. معاكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. النهاردة إن شاء الله هنخلل مع بعض السردين البلدي اللي كنت اشتريته معاكم في ميدان الأربعين، الفيديو اللي قبل ده على طول عشان اللي ما شافش الفيديو. الكيلو أنا جايباه بخمسة وتلاتين جنيه وده سردين بلدي. أول حاجة هنقول بسم الله ونشوف مع بعض هنعمل إيه. اول حاجه لما نشتري السردين هو يفضل يكون بلدي مش مجمد، الطازه يعني. تاني حاجه انا علشان في محافظه السويس فاحنا مش بنغسل السردين اللي هنخلله، مش بيتغسل، احنا بناخده من ميه البحر يدوب بنسيبه ينشف من اي سوائل واي ميه فيه وبعد كده بيتخلل على طول. اما اهالي القاهره يعني او المحافظات التانية اللي ما فيهاش بحر بيشطفوه، لازم يشطفوه شطفه وكده مطرح التلج مكان النقل يعني العربيات، لكن احنا عشان طبعا البحر وكده فاحنا مش بنغسله. ده حوالي كيلو الا ربع من سمك السردين، انا خدت منه كام واحده كده علشان اعمله صينيه، بحب برضو ايه بالصينيه بالزيت والليمون بيبقى حلو جدا. ومعايا هنا ملح خشن اهو، ملح البحر، انا ما كانش متوفر عندي لما عملت معاكم الفسيخ بس ايه اشتريته، وده الكيس بتاعه انا برضو ايه حطيته عشان حابه اوريه لكم. هو في منه بيتباع سايب وفي منه اكياس، انا اشتريت الاكياس اللي هو ملح بحر او ملح رشيدي زي ما انتم شايفين، والكيس ده مش غالي بجنيه وربع. ومعايا هنا حوالي معلقه كبيره كده من الشطه ونص كوبايه من الزيت. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، انا محضره علبه كده بلاستيك وحاطه جواها كيس، وممكن كمان ما يعني ما نحطش كيس، في ناس بتعمله في العلبه على طول. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم انا هحط كده ملح كده في الارضيه كويس جدا، هرش شويه ملح كده في الارضيه كويس. وعايزه اقول لكم الملح اللي هو الرشيدي ده بيدي نتيجه افضل للتخليل من الملح الناعم، بس لو مش متوفر هنحط ملح ناعم. خلاص انا هرشيت شويه، هحط بقى شويه من الشطه كده على الملح كده وهقلبه كويس جدا، وهقلبه بقى كويس جدا. انا هنا حطيت الشطه على الملح الخشن كده زي ما انتم شايفين وقلبته كويس جدا، والعلبه خلاص حطيت فيها الملح. وعايزه اقول لكم ان مقدار الملح ده هو ملوش مقدار معين، هي يعني ايه بالبركه كده زي ما بيقولوا. لو عايزينها مش مملحه قوي بنقلل الملح، لو عايزينها مالحه شويه بنزود الملح، فده ملوش مقدار معين. انا تقريبا هنا حطيت نص كيس الملح، نص كيس الملح اللي هو اللي قلت لكم عليه بجنيه وربع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السمكه لازم تكون ناشفه جدا زي ما انتم شايفين كده، وفي احجام منها، في حجم كبير اهو وحجم صغير، انا هاخد الحجم الكبير هرصه كده بسم الله الرحمن الرحيم في العلبه. الكبير اهو كده برص الكبير كده جنب بعضه بسم الله الرحمن الرحيم، ولو في اي ميه او اي حاجه نمسحها بالمنديل كده قبل ما نحطه في العلبه اهو جنب بعضه. وهبتدي بقى شويه كده من الملح والشطه فوق الوش عليه، والطبقه الثانيه هتبقى عكسها، يعني دي انا بدات بالراس كده، الثانيه هحطها العكس كده
اهو شايفين عكسها الديل في الراس اهو كده الراس في الديل كده. هو سهل جدا جدا وعايزه اقول لكم ان هو كمان في طريقه تانية لتخليله ان احنا بنشيل الراس وبنشيل البطن خالص او الاحشاء اللي جوه البطن وبيتخلل زي المعلب اللي بنشتريه من بره بس ليه تكنيك تاني خالص غير التكنيك ده ان شاء الله هبقى اعمله لكم في مره وبيبقى طعمه لذيذ جدا وجميل بس ده طريقه تانية ليه دي الطريقه اللي هي الشهيره يعني بتاعت المحلات. ابتدي برضو ارش رشه كده من الملح والشطه كده كويس قوي وما تقلقوش الملح الرشيدي ده مش بيملح قوي زي الملح الناعم وعلى الراس كمان والشطه ماده حافظه يعني اكتر ما هي يعني حاميه لا هي ماده حافظه بتحفظه. هبتدي برضو اعيد تاني الطبقات اهو كده زي ما انتم شايفين شايفين السمكه دي ما طلعتش سردين زيهم ده نوع تاني فانا مش هحطه معاهم علشان اصلا لو حطيته مش هتتخلل زيها مش هيبقى سردين يعني فانا هشيله واعمله اي حاجه تانية اهي ده مش شكل السردين. انا هبتدي برضو ايه احط بقيه الطبقات اهو كده انا رصيت كل الطبقات يا حبايبي زي ما انتم شايفين طبقه عكس الثانيه مش واحده عكس الثانيه طبقه عكس الثانيه. وبرده عايزه اقول لكم معلومه السمك السردين مش بنحشي النغشيش بتاعته او الخياشيم زي اللي انا عملته في الفسيخ لانه هو اصلا بيبقى صغير جدا ومش بيتحمل لحمه بيبقى ناعم جدا جدا فما بيتحملش خالص فاحنا بس بنرش بين الطبقات بتاعته. ودلوقتي بقى هرش طبقه كده محترمه من الملح والشطه الملح الخشن كده وفي ناس بتحط بين كل طبقات برضو مع الملح شرايح ليمون وفي ناس بتحط ورق لورا والكلام ده دي الطريقه الاصليه زي بتاعه المحلات بالظبط. انا سالت واحد بيعمل فسيخ قال لي دي الطريقه الاصليه وطعمه بيبقى جميل جدا ولحمه بقى مش قادره اقول لكم ان شاء الله لما بنبقى نفتح عليه مع بعض هنشوفه مع بعض هيبقى عامل ازاي اهو. انا دلوقتي غطيته كده بالملح كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هضيف الزيت اهو عايزه اقول لكم ان الزيت بيخليه طري كده وزي الزبده معانا بسم الله فوق الوش كده نص كوبايه من الزيت. وزي ما قلت لكم هي دي الطريقه بتاعه ايه الفسخاني او اللي هم الفسخاني اللي بيبيع الفسيخ والسردين وكده اللي هي ملح وشطه فقط بدون اي اضافات تانية والزيت اللي فوق الوش. انا هقفل بقى العلبه كويس قوي قوي بقى الكيس ده بسم الله الرحمن الرحيم احاول افضي منه اي هوا كده. بصوا طبعا هو هيفقد سوائل كتير جدا وميه كتير قوي هينزل ميه بصوا احاول اضغط على قد ما اقدر كده عشان اي هوا يخرج منه. وزي ما انتم شايفين انا قفلت الكيس كويس جدا باحكام وحطيت كمان فوقيه كيس كمان كيس سندوتشات. ودلوقتي بقى بالستريتش فيلم كده وبرده هغطي العلبه قبل ما اقفلها كده عشان ما يدخلوش اي هوا اهو كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هقفل بقى العلبه كويس جدا تكون علبه محكمه الغلق وخلاص كده السردين بتاعنا كده ايه ان شاء الله هيقعد معايا حوالي اسبوع مش اكتر من كده لان هو ما بيتحملش خالص السردين البلدي يعني 5 ايام نفتح عليه اسبوع بالكتير قوي مش اكتر من كده. وعايزه اقول لكم ان لما نفتح عليه ومثلا اتبقى مننا ما نشيلوش بره التلاجة يفضل ان هو يتشال في الفريزر يعني يتشال في الفريزر افضل يعني حاجه تحفظه هو الفريزر ونبقى نطلع ايه على قد الاكل بتاعنا يعني وكده. فاتمنى ان شاء الله ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم من الطريقه بتاعه تخليل السردين البلدي. وزي ما انتم شايفين هي طريقه سهله جدا جدا مش محتاجه مجهود اصلا وبرده انضف ما نشتريه من بره مش عارفين مصدره بره عامل ازاي. احنا عاملين حاجه مضمونه في البيت وعشان كمان ما نشتريش اي حاجه من بره في شم النسيم. وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله. واتمنى لو الفيديو عجبكم تضغطوا لايك واللي يشوف قناتي اول مره يا ريت دوس اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.